واو، بكرة أنا وصلنا هذه المغارة. راه سبقني جمال، هذه أول مرة نجيو ليها. يا كيما راكم تشوفوا هذه سموها مغارة الكنز، دونك حنا ما دخلناهاش. كيف جمال؟ لا لا، هذه كاينة. شو رايحة بزاف، صعيبة هاك شايف. تقدرش تدخلها جمال؟ تقدر؟ ما كاينش إنارة ما كاين. ها؟ ما لازم لها، لازم لها إنارة تكون قوية. أنا لازم إنارة قوية وأكسجين، ولازم الطوارف، إيه لازم الطرفو، ولازم كاش عفسة. كاش عفسة كاش ما تسيب ولا لداخل، كاش ما الديفون إيه. ديالها حاجة باينة. هذه هي المغارة، مغارة الكنز. هي مغارة شوية شوية، قال لك فيها الدخلة تاعها شوية ضيقة بزاف، قال لك فيها كنوز. ما يسموها بغارة مغارة الكنز، بصح ما نعرفوش اسكو فيها كنوز ولا لا. لا هذه منطقة جاية بسفوح جبال زكار. دوك حنا نكملوا طريقنا، عندك جماعتنا الهيك الحسين وامين. المغارة الثانية ماشي بعيدة بزاف عليها، هاي ليك. جمال هذا لازم نديرو نهار ونجو ليهم. يا هذه من أصعب المغارات، هذه بدك تدخلها لداخل، لازم تكون كيما ضربان جمال، لازم تدخل من باقي حين نبطلو هكذا. احنا مازلنا ما دخلنا، مازلنا ما عرفناش واش فيهم الداخل بالضبط. شوف صعيبه باش تدخلها، صعيبه تدخل مو بطيحا. ايه من بعد تمشي واحد، تمشي واحد 20 متر باش تدخل هكذا. اه تروح تمشي. اسمع عندك فكره عليها هذه جمال؟ انا ما على باليش اول مره. ان شاء الله باذن الله ندير لكم جوله استكشافيه سبيسيال خاص لهذا هذا المغاره ديال الزوج. اه شوف شكل. ها يا امين.